شحاري انا قلت شو بك؟ شوي شوي بس لا اتاكد. تاكدي من شو؟ شوفي لك احكي لها اذا شايفه شيء سميره حرام عليكي. هذا البن منين جايبينه؟ شو بيعرف منين جايبينه؟ شفيق جابين من السوق. طب صيرتهم كتير كتير واضحة غير كل البن على فكرة. لك حتى طعمتهم غير نكهة ما لاحظتي؟ ايه والله مزبوط. لك هلق شو بدي بتعمتين انت وياها؟ احكي لي قلي لي الله يخليك. مزيرة قومي غلي فنجان تاني إلك وبس واشربي لحتى بصر لك من جديد. ليش شو شايفة بهذا الفنجان؟ ما رح احكي شي لأتأكد من الفنجان التاني. يلا ليكي سميرة إذا بدك تلفي وتدوري بتعرفي شو بصير فيكي. ها لك عدمني عيوني إذا كنت عم لف ودور. نظيرة عجلي وعملي فنجان تاني. مني مو انت شفيق؟ لك احكي لي إلي شو شايفه؟ والله شفيق بده يلعب بدنبه. لا انت متاكده من هذا الشيء؟ لشوف الفنجان الثاني. ليكي هذا الفنجان الثالث. يا بتحكي يا ويل شحار ولبيك انت وياها. ما معقول انا ماني مصدقه منه بايش مصباح على قدي. كيف يعني؟ لك شو قولي بقى؟ يعني نفس الخبر ونفس الرسمه ونفس الست. ست؟ اي وشعره كمان. شافت شفيق بالطريق وراح معها. لك العمى في عيونك شو انك كذابه؟ انا كذابه؟ ايه كذابه ونص. شوفي هي فنجان اثنين ثلاثه افتحي لهم شوفي بعيني. روحي بصري لجوزك وشوفي وين ما يقضي وقته مو لشفيق. نظيره لا تلوميها ما حكيت الا بعد متاكده. ها وشربتني ثلاث فناجين حتى تسمعني هيك حكي؟ لك ويلي عليكي ويلي. فكرت بدها تقلي شي رزقة، شي سيارة، شي طيارة، ولك شي خبر كيس، شي باب بده ينفتح، بس أفية. لكن نظيرة، صدقيني أنا بتمنى كل شي حكيته يكون غلط. يعني نحن بين بعضنا في مزح، إلا بهيك شغلات، للمزح في حدود. هلا أنت بتعرفي وين جوزك؟ إيه بعرف، راح يدور على شغل. أنا بعرف وين. أنو آخر فنجان شفناه؟ هذا ليك وتفضلي. راكب بالسيارة جنبها. ها على اليمين ولا على اليسار؟ لا هيك مانو مبين. حطي هالفنجان من إيدك أنت وياها بس حطيها على مهلك ها مشان ما تقلب السيارة فيهن وتهور. أنت حرة بس ليك نظيرة تاني مرة لا تطلبي مني إنه بصر لك إذا سمحتي. ريشك يا نوال بديني ما عرفتك. يعني لو ما انت عرفتيني مستحيل اعرفك مستحيل. والله شو يعني انا اللي عرفتك؟ لا هن ما بيقولوا يعني ان البنات بتغيروا اشكالهم تتغير انت كمان متغيره. صحيح شفيق يعني حلياني ولا بالعكس؟ شو حلياني انت كل عمرك حلوه مش حدا بيسترجي يقول عني غير هيك. شو صار عندك اولاد؟ لسا. وانتي كمان لسا. الله يخلي لك اياها هون. الله يسلمك. شو اخبارك؟ متجوز؟ لا مو معقول كثير هيك عن جد كثير. يعني فسري شو يعني كثير؟ اسمعوا لكم خليني شوف. شوفي ليكي في مشروع طويل عريض عم تحكي لشفيق وهالشغله فيها سر قديم ومدفون عم ينبشوه. شحالي الحكي؟ معناتها كان على معرفة قديمة معه عم يسترجعوا الماضي. لا تقولي لا تقولي الحكي. لك اسمعي لقلك ليش لحتى تنحري طالما المطعم مبين هون. دقي الحديد وهو حامي. يلا قوموا علي هون. يلا ان شاء الله يا سميرة تكون شي كلمة من اللي قلتي هيك كذب لحتى خلي كل الخلق الله يفرجوا عليك. يا ستي يكون كلياته كذب وانا مستعدة ابوسك من راسي. امشي يلا وانتم بدكم تيحكوا كمان لا تعرفوا. وعن طريق الصدفة ها عن طريق الصدفة عرفت انه في هيك وردة. قلت لحالي حرام نتركها وإلي 20 يوم جاية من أبو ظبي وعم دور عليك مشان نطالع وراقها ونتقاسمها أنا وياك. طيب يعني كي يعني
يعني هلا انت ليش ما دورتي عليه لحالك؟ اول شيء صعب علي لوحدي، ثاني شيء الورده بتخصني وبتخصك، يعني ما فيني اتصرف بشيء بدون توقيعك الكريم. إيه بس هي ما بدها محامي؟ بدها محامي، خلينا نوكل محامي. منين يا شفيق؟ منين؟ قليل شو بيكلف المحامي؟ براو عليكي بنت عمي عن جد انت. قولي لي بقى منين بدنا نبدا؟ قبل ما اقول لك في عندي شرط. موافق، شو من كان يكون؟ لا اسمع، شرطي هو انه يضل الموضوع سر بيني وبينك، ومثل ما انا خفيت عن جوزي بديك انت ما تخبر مرتك. شوفي نوال، سهل كثير هاي. إيه انا بس نام بقيم النظارات على جنب بحطهم على الترابيزه، مرتي بعد ما اغفل بتاخذهم من الترابيزه بتحطهم على عيونها وبتشوفني شو كنت شايف فيهم طول النهار. ما بقدر اخبي شيء عن مرتي انا. هلا لا تعمل لي اياها مثاليه وما بعرف شو، افهم وين مصلحتنا قبل كل شيء. بكره كلمه من هون وكلمه من هون بينتشر الخبر وبيطلع لنا ميت وريت وشريك لا كانوا على البال ولا على الخاطر وبيصيروا يتحكموا فينا. منين يا نوال؟ منين بده يطلع لنا هذا الشيء؟ اذا كان ما بقي من النسل السعيد، يعني من كل هالسلاله غيرنا انا وانتي. بالله شو؟ ليش شو بيعرفك اذا كان في جوازه قبل ولا بعد؟ اصلا اهل اول كانوا يتطلقوا ويتجوزوا على اتفه سبب. مظبوط، حق معي. بس هلا مرتي بشو بتاثر على هذا الموضوع كله؟ اخي لا تناقشني، ما في مجال. اصلا هذا اللي كنت خايفه منه، روح ادفع الحساب وانسى الموضوع. بس الحق مو عليك، الحق علي انا، كنت مفكرتك غير هيك. قلت لحالي نتفاهم ونخطط سوا، اطلعت شقفه وحده. هلا طارق مشوار من ابو ظبي لهون لحتى تدفعين الحساب وتطلعيني شقفه وحده؟ ايه نعم، شقفه وحده. انا شقفه وحده؟ انت ولا شقفه. نعم نعم، شو تفضلت يا شفيق يا ابن ام شفيق يا ابن توفيق. وينها؟ فتح عينك ها، لا تخليني انبش لك الماضي. إيه لا انبشي، انبشي لشوف. شوفي نوال، قصص ابوك بالاحتيال صاروا بيعرفوها كل الناس، ولا نسيتي ورح تنكري كيف ضبضبكن وهرب من الوش؟ ايه نعم، مثل ما هربت انت ومرتك على الموتور. يا حبيبي وصل صيتي للامارات؟ لا، رحت سالت عنك بالضيعه، واول قصه خبروني عنها الناس قصتك انت والجهاز يا ابو جهاز. امك بزمانها ذبحت قطه وسلختها ونظفتها وباعتها على اساس ارنب. إيه انا اكل منها، ضليت نوي لحتى تجوزت بعدين طبت. هيك لك ماشي يا شفيق، ماشي روح عرف سر الورثه لوحدك لك. وانت دوري على توقيعي اذا لقيتي الورثه ونياو. حسب الفنجان هذا هو المحل. لحظه لحظه، بدي يعرفنا لاحقينه وما نراقبه ابدا. ايه شو نعمل؟ لازم نلاقي طريقه نشوفه اذا جوا بدون ما يشوفنا. خليكم انتوا هون وانا بشوف. لك تعي يلا. لك ايه بسرعه ما تطولي. مين انتوا؟ لك ايه روحي بالغلاظه. شو ما عليك؟ خير شوفي شو بك فيه؟ من هاي؟ شو بدي عرفني؟ شو؟ شو؟ مين معي عفوا؟ وليك خلص هلق بلا برادي حكي. يا عيب الشو، يا عيب الشو ما عليك يا سميرة، تشربي سبعة من فناجين قهوة على ما في شي؟ أنت متأكدة واثقة يعني إنه شفيق مانو جوا؟ مو بس متأكدة، متأكدة ونص. ممتاز، معناتها شرفوا معي على البيت، في شرط بيناتنا ولازم يتنفذ. إيمان كذابة، شافته جوا وعم بتداري على الموضوع. لا مانا كذابة، وهي لعبة من ألاعيبك. أنا قلبي كان حسسني بعمره ما كذب علي. وهالمرة كذب عليكي؟ أنا رايح أشوفه بعيني. شو بدك تشوفي لك عطيني هالفرصة وبس، وبعدين اعملي اللي بدك إياه. معقولة بتكون يعني كذب اللي شفته بعيوني بالفنجان؟ طيب يا سميرة، بلش قدامي تشوف. خلص ما عاد بدي. ابن ناقص وعمره ما يكون بدك. متأكد؟ إذا نفس المواصفات اللي عم تحكيها كان قاعد هون
مع مدموزيل شعر على شعر. شكرا اخي. شرفتي ست الحسن. وانتي الثانية ثاني مرة خلي كلامك مزبوط ولا تفلتي حكيك بلا طعمين. شو ذنبي انا اذا اجيت وما لقيت حدا هون؟ كان سمعونا هلا تبدي وياها سمعونا قدر. هلق هلق بدك تبصريني هلق. كرسون تعال. شوفي نوال، انا بحياة عمره ما حدا حكمني. اذا كانت هالورده بدها تحكمني الك لا ما بدي اياها. ايه شو عليه؟ ما صار شيء، اكتب لي تنازل. بالله ما عذرتي. إيه لا حبيبي فتح عينك، أنا كمان بحياتي ما حدا حكمني. اكتبي تنازل. بالله شو؟ لا ما حذرت حبيبي. لك يا شفيق شغل عقلك، أي أحسن تفاجئ مرتك ببيت وسيارة ولا تروح عليها هالمفاجأة الحلوة مشان حضرتك تحكي لها من هلا؟ ما بحكي لها، بس بشرط. شو هو؟ أنتي مسؤولة عن كل التكاليف. أنا جوزي مسافر وأنتي مرتك بلا شغل. قصدي انت جوزك مسافر وانا قاعد بلا شغل. موافقه، بس انا كمان لي شرط. جوه بنقطع هالتكاليف هي من الورثه بعد ما تطلع. كله غباشه مو مبين في شيء. والحل السر يا نظيره كان باهواتك، يعني كان فيهم التبصير واضح جدا والبس مزبوط 100%. بس قصدي التبصيرة كانت واضحة تمام. قوموا يلا. لوين؟ هلا كل يوم بصح لنا نطلع نقعد ونغير جو. خلينا نحط كل الشروط ونتفق عليها من الدوارة على الورثة لحد ما نلاقيها. تقسيم الورثة بعد ما نلاقيها منتفق. بركي طلعت ما بتتقسى. ما في. أول شرط لازم نوثق ببعضنا. لا ما حذرتي. أول شرط أنا كبير العيلة وأنا اللي بقرر. ليكم بينوا رجعوا لنفس المحل. يلا عليهم امشي. شوفي عم بيحطوا الشروط على بعضهم عم يوافقوا عليها. شحاري أنا شروط شو؟ ما بعرف مو مبين معي، بس شغلة مصاري ومدفوعات وهيك شيء. شفيه مادت ايده عليا. وين حاططها يا عيب الشوم عليه؟ ليك اسكتي انت. طولوا بالكم اكلت نص القتله. طولوا بالكم. لك لا مو مادت ايده عليها، عم يدفع عم يدفع. ما يدفع؟ لا يا ربي ما عم يدفع، عم ياخذها. هلا ما ياخذ ولا ما يدفع بتفرق معي كثير. ها حددي حددي. لك ما عم بقدر افسرها، ماني عارفه افسر ايدها اليمين ولا الشمال. هيك ماشي ماشي انت وياها. نفس البنطلون والقميص ولون الشعر وتطليعها مثل ما انا شايفك هلا. واذا بدك تتاكدي اكثر، سمعت البنت اللي كانت عم تحكي معه عم تقول شفيق. كيفك؟ كيسي أحسن من هيك بنتزي. قلت كيفك؟ بخير. كيف الصحة؟ الحمد لله منيحة. وقلت كيف الصحة؟ إن شاء الله منيحة. يشكر الله مشكر الله. شو؟ لقيت شغل؟ وعدوني. وين؟ هنيك عندهم. ظروف مو هيكي؟ اوادم اوادم كتير. بكره رايح لعندي؟ طبعا كل يوم لازم راجعهم. ما قالوا لك شو الشغل؟ بالموسيقى. موسيقى؟ بدين يسلموك في القيشات؟ دف. احسيب رايحه مؤسسه الكهرباء. ايه هو العدادات عندهم قال عم ترقص بدون دف. ناويين بقى يوظفوا لشباب دقيقة دفوف، منهم بيوظفوا الشباب اللي بلا شغل
ومنه العدادات بترقص على الإيقاع بدل ما ترقص على الفاضي. ممتاز، معناتها بكرة بروح معك، ملكي بيشغلوني. ما بيرضوا يشغلوا نسوان على الدف، بيخافوا يصيروا يرقصوا بدل العدادات. قنعتني. هلأ أنت وين كنتي؟ أنا قلت لحالي دور على شغل أنا التاني. إن شاء الله توفقتي. وعدوني. مين وين؟ عندي، وكتير كتير انبسطوا فينا. أيوة، بكرة هتراجعيهم كمان؟ إيه لازم راجعين كل يوم، هيك قالوا لي. أها، وما قالوا لك والله شو الشغل؟ بالموسيقى. موسيقى؟ مؤسسة المي، بدين يوصفوا نسوان عناي مشان يعزفوا عزفي حنوني للعدادات. إيه والله عمليين، يعني الكهرباء بتوظف الشباب والمي بتاخد البنات. حاسبينا. أي ساعة طلعتي؟ إسا ما وزعوا الساعات علينا. أي ساعة طلعتي من البيت؟ صعب حدد. ليش ولي؟ سبتين ولي كمان؟ لا بداني خبر على نظيرة هديك. لك هتجي تشوف مين متجوز أنا. يا محمد والله إذا نرجو فيها جماعة الجنائية لا ياخدوها فورا هيك بدون مسابقة، لا بيعطوها رتبة. عريف شو ما بدك تنامي؟ بكره بدك تجيب لي كيلين من نفس المحل اللي جبت لي منه المره الماضيه. كيلين؟ وعد سميره وايمان اعطيهن منن شوي عجبوهن. أو إذا بدك دلني على المحل وأنا بدلن عليه. لا لا خلص، راح أجيب كيليين. حاضر، مؤسسة الكهرباء وعدة تدفع. تصبح على خير. خليك. شو بدي؟ تعسر معي. لا معلش أنا تعبان بدي نام، عندي شغل بكرة الصبح. نحن عيلة، إذا حدا فينا قال الله أكبر منضحش يا قاتل يا مقتول. إخواتي رجال لاعبين سيف وكاراتيه، ضربة كف واحد منهم بتقيموا لها الحيط بتقلعوا من شرشو. ولاد عمي كان عندهم قطة، قاموا الجيران بس ضربوها بحجر، سبع قتلة راحوا مشان البس. ومرة قال شو؟ قال خطيب خيتي بده يبطل عنا. ويا ويل شحار بي وشو صار فيه؟ راحوا جابوه بنص هالليل وربطوه على شجرة وجوزوه إياها غصب عنه. ومن وقتها لهلق، من وقتها وهو خاتم بأصبعه لإيده لبنته لعمه. عديت عصابيعك، هدول سلالة جدة من جهة بي، وعموم جدة وخوالي وخواتي وحفادي ولاد حفادي والعيال بتوقف معي. أما سلالة جدة من جهة أمي فبنبلش من أيام الوالة التركة قبل الجيش الانكشاري، يعني قبل ما يتأسس. ايه لك شو صليت؟ قالت لي سميرة ما سمعت لك حس اليوم. فوتي اخذتني نومي. لحظة لنادي لي سميرة. عن جد انا محتار، وانا مختار كان يفيدنا لكن احد عرف راسه بالرجلي. شبهنا شفيق، ما سمعته لما قال مختار الصالحيه؟ هذا عن جد سلخ وجلده عن عظمه. هذا منو؟ هذا الوالي الانكشاري التركي. شبك شفيق، مين جاب سيره الوالي التركي؟ ايه لكن شو حكى المختار يا زكي؟ قال دفاتر النفوس التركيه. امشي لشوف، امشي، بدي افهم شو اللي جابرك تسهر للصبح. تفضل. سمكة وفاتحة امها، معناتها بدها تحط العصمة بإيدها وبدها تبلعه. العمى في عيونها مقواها، وانا لفكرة حالة قوية.
على فكرة الاتجاه من هون. طب اسمعي ننظري منيح، بحب شباكي بتلاقي شيء هوني هون مش قرني. لو في شيء كنت قلت لي. أخي بدنا ناخذ الفنجان، إيمان ادفعي له. امشي معي. لحقتكم. ولك شفت؟ شفت إنها كانت ملاكة. وعبد الرحمن جاب بنت واحدة اسمها شفيقة وهي ورت تتكلم لكو. وشفيقة جوزت عبد الكريم وجابوا ولدين وبنت، البنت والولد ماتوا بسبب المرض وبقي وفي. أيوه وفي اتجوز، جاب اثنين، عبد المعين وعبد السميع. عبد المعين عمل مشاكل وعصيان والتجأ لجبال لبنان، وعبد السميع هرب على فلسطين وتجوز هنيك وجاب وفي الثاني. ولما مات وفي الثاني الله يرحمه ومشيت السلالة هيك لوفي التاسع وقفت. بعدها مات الوالي التركي بالشام، قام مشيت السلالة من أول وجديد وبلشوا يفرخوا. دزين تولاد جابوا، اثنين منهم ماتوا بالثورة العربية أيام الأتراك، واثنين ضد الفرنسيين بالثورة ضدهم، واثنين راحوا في عيس تحت الطنابر، واثنين بالمرض، والباقي هربوا ودشروا وما بقي مين غير أبي توفيق الثالث عشر. وعبد المعين ما جاب غير أبي، وأبي ما جاب غيري، وبقينا أنا وأنت. تمام. بس معيتك ادينينا هيك حق 2 كيلو قهوة، سجليهم على الورتي. والله شو، اتفضل معي شري. لك لا هيك 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 هي هي. لك والله تشيل عيوني. يا عالم يا عالم. لك يخرب بيتك، هي مو نفسها اللي طالعة معي بالفنجان. تفهميني شو سبب المشكلة؟ جبت لي ابن. هلا قبل ابن فهميني شو القصة، شو اللي أخذك على هديك الحارة؟ أنا عرفاني إنها حارتها، بس تسترجي تمر من حارتنا. آي أيوة آي يا راسي. مثل أولاد الحارة يعني. لك آخ، بس آخ لو فلتوني عليها. لك أنا هجمت عليها وهي قالت الله أكبر، وأبعرف من اجتمعوا هالعالم علينا. هلا أنت شوفي بينك وبينها، منين بتعرفيها؟ جبت لي بن. يا عيب شو عليك؟ تتخلي عني وأنا بأزمة مثل هاي؟ بعد كل اللي صار فيني. لكن كله قتلوا ما كانت، شو صار يعني؟ قتلي؟ إيه. خلص سميرة ها، فقعتي في قلبي. يعني بصراحة بصراحة يا نظورة، ليش ما فتحتي بالموضوع وخططي له حد؟ لك مو لحتى شف عيوني وتأكد. بعد كل اللي صار ولسه ما تأكدتي؟ لك هلق انت شفتي شي بعيوني غير شفتي بالفنجان؟ لا. طيب قومك مشي ليه كمش الايد ولا وقت فرج ورحمي. نظيرة مشان الله، هلا بعد كل هالتبصير لسه مو مصدقتيني. لك مصدقتك وحق الله مصدقتك، بس لازم نمسكن بالجرم المشهود. شو بدك اياه يعني قله؟ شافيتك سميرة بالفنجان مع بنت شقرة. شو جاهزين؟ لوين إيمان خانو؟ شو لوين؟ بدنا نروح الحارة وناخذ بالتار، امبارح خدونا غدر. لك هلا وقتك، راسي رح يطق وهي ما عم تقنع معي. شو سميرة؟ ليش ما عم تقتنعي؟ اسمعي حبيبتي، انت حطيتيها بالقصة وبدك تكمليها، والا بتكون كذابة مو هيك؟ وبتحق عليها الشفقة. ان شاء الله بس ما نتأخر بالنفوس. شو رأيك نروح نطمن بالمصالح العقارية اول؟ لك لا، لازم نثبت المعلومات اول. لك ايه والله جبتها. تعالي. دفاتر مفتوحة ورق عم بتطير منها لدفاتر تانية، وفي دويرات عم تلون ورق. شو يعني فسري؟ هي معناتها دائرة وفي ورق عم تسجل فيها. والدويرات هي ختم على الورق ما هي؟ هذا فنجان جديد تصبه. لك اسمعي، لقلك اسمعي، في كلمتين ورا بعضهم بس مو واضحين منيح الله أعلم. يا نشنش يا هشش. ليش ما تكون تشتش؟ تشتش؟ شو يعني ما يتشتشوا بعضي؟ لك بدهم يتشتشوا بعضهم بالطريق. انت تعالي شوف. تش. عش عش الزوجية. لك العرب في عيونك. امشي انت وياك. الله. وقف. شو مرتك حامل شيء؟ ليش سؤال؟ لا بس يعني اذا كان لابد ضروري انا بكره الصبح بستنسخها. لا اوعك، برافو عليك هيك احسن، بكير على الخلفه.
امشي. ولك امشي. احضر احضر. لا 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 دي 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 هيك هيك هيك. لك. بس بس ستوب ستوب. اسمع. في طير وعم يبيض بيضة. وجنبه هيك شغلة ميزان. شو يعني؟ شو في شغلة فيها ميزان؟ دكاني. لا لا شغلة أكبر من هيك. أنا عرفت. ليكون القصر العدلي. مزبوط. والطير معناتها هو النسر. شحاري أنا. شو يعني؟ ما يكتبوا كتابي؟ وقفي شوي. شو بدك؟ شو قصدك بمرتي حامل؟ بدي اطمن عليك، مو انت قرايبي؟ بعدين انا حريصة على العيلة، بدي اعرف مستقبل السلالة. اختصر عليكي شغلة، انا بحب انا مرتي وبدي سلسل السلالة كلها منها. ومين مانعك؟ بس يعني اجل لنا اياها شوي. انا بقرر مو انت. بعدين سبق حذرتك، سيرة مرتي ما بدنا نحكي فيها. انا عم احكي عن ولادك، ما عم احكي عن مرتك. بعدين دخيلك لحين نشوف هالمرة يلي عامل لي اياها تحفظ زمانه. لحظة رجع العصمة إله. لحظة اسمعوا. لا هيك روحوا هيك غير طريقه. ويلي أنا يعني واصل. طولي بالك طولي بالك منتفق، يعني مو معقول نوصل لهالمرحلة هي بعدين نتراجع. بتسمع كلمتي؟ عم ناخذ ونعطي. ما في تسمع كلمتي ولا لا؟ طولي بالك طولي بالك بناخذ ونعطي. طولي بالك بناخذ ونعطي. يخرب بيته من حاله، ينكتوا كراره ويطفوا ناره ويكشل لحظه العصمه. وراي وراي للحقهم. مش غير الفنجان. شفيق ولك عيب، الناس شايفتنا. انا مالي غريبه عنك، صدقني لو ما بحب مصلحتك ما كنت اجيت. شفيق خلص وقف، رح اقول لك شو هي الورثه اللي لقيتها. خلصني. تا 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 عم شو هي؟ برافو شفيق، ولك رجع العصمه. خذي هاد واعطيني هداك. طائر عقلك انه رجع العصمه هيك؟ ولك يا هبله، احسن لك تبقى العصمه بايدك. لك روح قلبك حتى لي ضلوا تتفرجي علي، بعرفك انا. ولك هلا انا قصدي انه هلا امشي بسرعه بالبيت بتتعذبوا بلا ما نضيع. ابعوا الهان تو. لك حيجي بقى حيجي بكفي. شري شوف بدي خليك تبصم لي بالعشرة. شو هاي يا محمد؟ ما تقولي انه معك هالورقة هاي؟ لانه عم استنى حضرتك حتى تطلع لي اخراجات القيد. تعالي تعالي. لك تعال هون. لوين رايح؟ على المصالح العقارية. مصالح عقارية شو؟ شوف قديش الساعة. خلص الدوام وحضرتك عم تضوّع الوقت. ساعة زعلان وساعة رضيان. أنا رايحة هلأ وبكرة منتقابل. سلام. إيه شو أعملك أنت اللي كسرتي الفنجان؟ لأنك فقعتي لي قلبي. اسمعي شو فيني الشقفة شو فيها؟ ليكي هون مبين معي شفيق. افترقوا ما عاد شفتون. شو فيني هي بأنه شقفة؟ ليكا كأنه هي نودري منيح. الله يوفقك. مو هي. لا ليكا هون شو فيها؟ مو هي؟ طب هون هون. لا هون. لا هون. لا مو هي. سكبي لها فنجان تاني. بس خلص الترمس حبيبتي. لك يخطى عمرك يا عمرة. إن شاء الله شربتوني ترمس قهوة وما استفدت شيء. كيف بدي نام اليوم؟ يا رب إذا تطلع الوردة محترمة. يا سلام بتعوض لي كل شيء راح علي. فورا بشتري بيت واسع ومزرعة أرض واسعة.
لا بشتري اثنين سوا. انت هون؟ لو عرفانتك هوني ما كنت طلعت من المنزل. هويتك والله. ابي كفي دفتر العيلة. وين كنتي؟ عند الكوافر. خير ان شاء الله. حدا عازمنا على شي طهور او على شي عرس؟ بتاتا، بس قلت لحالي بجرب الشقار، بلكي اللي بقلي اكثر من الحمار. مرحبا سيد شفيق، لو سمحت نظيرة موجودة؟ عندك ضيوف؟ أنا نظيرة، شلون؟ يي، ما عرفتك، ما شاء الله شو هالقامة؟ حندق بندق، عيني اللي شافتك ما صلت على النبي تطق وتنبو، جنني. ثانك يو. إيه صحيح، في ست طالبتك على التليفون وقال بدي إياكي ضروري. ست؟ شو بدها؟ ما بعرف، قال في سر بدها تقول لك اياه من تمها لتمي. اه سر، اوكي. جنني جنني. اخو جهني راسي، ضباب غباش، معناتها جوزك انصته ما عم يعرف يفكر. هون شايفتني انا ونوال وماشي ورانا من قرنه لقرنه وراسه مليان غيره. اسفه ما عندنا لاسلكي. تليفون مين هالمره؟ نفس الست، قال في شغله نسيت تقول لك اياها. اوكي بعد هيك بعد. هلا هدول عم يشتغلوا فيني ولا في تليفونات عن جد؟ طب ليش هيك عم تتجاهلني؟ لك ما عم تسألني ولا سؤال عن الشغل. كانت تزن طول الوقت، ما لقيت شغل ما لقيت شغل. هالمرة بنوم؟ لا واجتني وارتقي والمرة مطنشتني. شغلي فيها أنا. بركان عم يزور وبحر امواجه عالي كثير كثير، لذلك انا ما رح خليكي تروحي. ليش بقى؟ لانه جوزك جانا الجنان والله اعلم بده يعمل مصيبه. طلع لك اكثر من المصيبه اللي انا فيها، خليه يعمل مليون مصيبه. لك طلعي هون شوفي، شوفي لي هي، شوفي هذه، شوف وين؟ ليك هون. وين؟ لك باينه ليك هون. لك شحاره، ليك شحاره، ليك ولك هاي وردي مو بركان. هات لشوف انا. لك لا هي مو ورده، هي جرزة بقدونس ورا انا عملتها. تضربي منك الها، ما رح خليكي تروحي، يعني ما رح خليكي تروحي لحتى فسر الفنجان على الاخر. ولك ليكي البحر مو بس موجاته عاليه وهاي ايش كمان عايج كثير. فرجينا. يا حبيبي لك حتى مو تاركه شيء اكله. بعدين حامل ايد الهون وهاجم. شحرك كملي لي بهذا الفنجان. لا خدي هات، خدي هات. ها ليكون التليفونات اللي عم تجي لنظيرة من نوال. معقول تكون نوال عم تلعب لعبة بيني وبين مرتي؟ معناتها أنا أجدب. حدا بيصدق واحدة مثل نوال؟ هي اللي فيها إنا. أي غيوم متلبدة ورمل وغبار. حاجة بقى، حاجة بقى، بس ايدي من هون اذا بتعرفي تبصري. هاتي الفنجان انا بدي شوف. اتصف له هلا انا صفيت بعد ما دوختيها للمخلوقة بشرب القهوة وحكي ما استفدنا منه شيء. ليكي ايمان لا تعملي شاطرة علي، انتو قلتولي احكي لنا كل شيء بتشوفي.
على فكرة أنا اليوم كنت بدي بطل، بس أنتوا ترجيتوني وما خليتوني، ما رضيتوا يعني. إيه بس معلش، أنا هلأ بدي أرجيكي كيف التبصير بيكون. ورجيني دخيلي. ليكة، يكون بعلمك إذا بدك تبصري بدك تعيدي على هدولي. ها أنا قلبت معدتي من القهوة، ما عاد فيني أشرب ولا شفي. ولا يهمك حبيبتي، أنا بشوف لك يا وهذا بكفي. اسمعي لقلك، في قدامك ورثة طويلة عريضة وجوزك عم يدور عليها، وهي البنت الشقرة. اسكتي إيمان. ما راح اسكت وبدي احكي اللي صار. شو مخبيه انت ويا هولي؟ اسمعي لقلك، هي البنت بتقرب جوزك من جهة ست جده، واجت لعند سميرة لحتى تسأل عنه، وسميرة من كتر ما لها حرب ما خلتها تطلع لحتى قررتها بكل شيء، قامت هديك دفعت لها مصاري مشان ما تحكي شيء. بس للأمانة يعني أنا حاولت لمحلك بشكل أو بآخر، وأنا وهالمخلوقة الرائعة تفاجأنا. ليش هي بدها تفاجئ جوزك بالموضوع برات البيت، وبعدين هن اثنين بيفاجئوكي بعد ما بيعرفوا بالورثة؟ وسميرة لأنه هديك حلفتها ما تحكي، حبت تلمحلك بطريقة تانية مشان أنت تضغطي على جوزك حتى يخبرك. قام جوزك عن جد نام عن الموضوع. وين صار الفاري العام؟ بعبي أنا. وأنا كمان صار قلبي ينقزني لتكون هي وجوزك عم تخطط لبعيد مشان ما تقسم الورثة. لك فهمتي ولا ما فهمتي؟ ولو معقولي ما أفهم؟ لكن ما فهمي. بس لا تفهميني إلي غلط. بتهدع؟ أبدا. أنا أكدت أنت لمشاهد هبك كتير عنه. سر بيني وبينك حقيقي. عجبك هيك؟ ايه لك شحاري عليكي، شحاري عليكي يا حبيبتي، يا حبيبتي، يا خسارتك لك، يا خسارتك. حنونك أنا كان صغير، حنونك كتير، كل عمره حنونة، قضيت عمره كله حنونة، تعطف على الكبير وعلى الصغير، ما تخلي حدا محتاج من شره، قصدي يعني من خيره، وين ما كان المحتاج شركه وراه تعطيك كل شيء عنده. الله يرحمه، الله يرحمه، لك أنا أبو عاهة ضحكتها ما كانت فارقة. بس يا شفيق، بس 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 يا الله، قطعته لقلبي بس. خلاص حبيبتي خلاص. خلاص انا كمان حطق، ما عاد فيني خلاص. كل واحد له عمر مكتوب عند رب العالمين وبده يخلص. هاي الفاتوره بدنا ندفعها، شو بدنا نسوي؟ ما حدا اخذ منا شيء، ما حدا اخذ منا شيء. ايش قد عمرها؟ صبيه يا نظيره، بعمر الورود راحت. الله يرحمها راحت اخذت الصبي اول عمر. الله يرحمها. كانت تاجر وتخبز وتوزع خبز وكعك على كل الحارة. يوم الوقفة قبل العيد دق على بيوت المحتاجين واحد واحد، دق دق مين افتح خبز وكعك، خبز وكعك، حلويات، لحم، ثياب، زبيب، لا لا سكر. قوم جنبي، قوم تكبر مني، قوم غسل وجهك، عيشتك بك، قوم ارتاح. وانتي؟ انا شو بدي اقول انا؟ طار النوم لشهر من عيوني، قليل شد الوقت قهوة. الله يرحمك، الله يرحم ترابك يا ستة لجده لأبي. الله يرحمك. وقنت أنت كنت شاهد علي وهي ما توزع قبز على الفقرة. أنا شايف كل شي بعيوني، كله من خيرها، عايشين نحن لهلأ، كله من جدودي لهلأ، لك حين النظارات تبعها لولاها ما كنت شفتك، شو بدك احسن من هيك؟ وكشفته شيء من الورثة؟ طبعا كشفنا، ولو انه مو هدول الحديث السابع حرام ترابه ما شف، كشفنا ريحة الورثة. ريحة الورثة؟ وتاركني انت بعجود عيلتك وسات الشغلة بالريحة؟ لا يعني في احتمال بكرة تفرحي بالورثة يا نظيرة، وما يعود في مجال لا للندب ولا للبكي، خاصة إذا كانت يعني مهبرة. ولا شو بتخبي علي أنت وهي مقصوفة الرقبة نوال؟ مشاعر أشقر. أنا
انا خبيت عليكي؟ لا يا نظيره لسه ما صار شيء. كل هالشيء وما صار شيء؟ مين ما اجى قال لك خبي على مرتك؟ بتخبي؟ يا نظيره طولي بالك طولي بالك، يعني انت ليش هيك بتعملي من الحبه قبه؟ لك انا بعمل من الحبه قبه. طيب يا شفيق بس حمين خو كملي لحالك. ولا لا خلينا للأربعين. كعكة ستي جاهز حاله بده يروح على الشغل. فتح لي عينيك منيح واسمعي شو بدي اقول لك لك. مرحبا مدام، كيفك؟ ذكرتيني مو هيك؟ طبعا ذكرتك، شو جابك انت لهون؟ شفيق قال لا شغله كثير كثير مهمه بتخص الورثه، بس مو قدران يتركها هو ومرته يعني، وطلبوا منا انه نجيبك بسرعه، مو هيك؟ شو هالحكي؟ ليش مرته عرفه؟ اما شو شغله؟ تاخذ العقل، يعني شغله بتطير العقل عن جد، يعني تعال شوفي. يا اهلا، لك يا اهلا اهلا. ولك يخرب بيتكم بعدوا عني، ولك شبكن هاي شين علي مثل ريا وسكينه. ترمس الاهلا وسهلا، بتخلصي وبعدين بنتفق على الباقي. ولك ترمس شو انت الثانيه؟ شو مجنونه؟ صبي لها ايمان. شو مفكره انه جوزك بيقدر يلحف الورثه لوحده بدون ما انا وقع له؟ حبيبتي كان غيرك اشطر. هذا موضوع تاني ما رح ناقشك فيه هلا، لانه حصتك رح توصلك. اما انا اشرب قريب ال 100 فنجان قهوه بيومين، هي حسابها لحالها. تلوقوا ولا شوف. ولك الله يعدمني اياكي. ولك ليش هيك هايشين علي مثل عش الظلائي؟ ولك وينك؟ انا ضيفه ببيتك، شو بكي؟ ايه دلقي ضيافتك، لو نيتك صافيه كنت جيتي من الباب ما نطيتي من الشباك وسالتي الجيران. ولك لا تطلعي فيي هيك، انت بالذات متزاوله منك. ها انت اللي لا تطلعي فيي مشان ما تصير الشفقه بداخلي الحق. ها نصيحه حبيبتي، اشربي بالتي هي احسن. يلا 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 ايوه 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 هذا رقم العقار الموجود باسمها وهي مساحته، بس بدها معاملة حصر قرص وتطلب اخراج قيد عقاري وبيان ذمي حتى يبين معك كل شيء. طب انا هلا كيف بدي اعرف موقع العقار؟ بدك تسال البلديه بيطالعوا لك اياه على المخطط. هذا هو. الله شربي صحة. خلصت خامس كاسه. حيش تاخذ دقيقه اخطب دقيقه. طيب نحن بنستأذن، خلي جلسة عائلية. تشرفنا مدام. صح وهلا مدام، في شفيق للشرف. تعاليك. عفوا عفوا. شو شفيق؟ فتح عينك. ها هالألعيب هي ما رح تمشي معي بربعها، مانو ولا لا؟ ألعيب شو؟ لكن هي عملة بتعمليها معي؟ تركتيني منقوع بنص الشارع على أعصابي وجاية تعملين لنا زيارة هون؟ شو شرفت أستاذ؟ أنا بدي أعملكم زيارة أنتو؟ لا على كل حال مو وقتها، بعدين بفهم مو ضروري. هلا وقت الفرح حبيبتي، هلا وقت الفرح للزورة. شو؟ هلا لازم تعملوا حفلة تمد من راس ضيعتكم لراس الشام. الدبكة أنت على راسها من هنيك لهون. ورثة لك، إجت الورتة لك. ورتة ما بتحلموا فيها إلا أنت ولا جدود جدودكم كمان. تعوا شوفوا تعوا تعوا. عزيزتي شوفي إلي شو هي. بعدين أنت ما دخلي، بعدين شو هي شكلك شو هي؟ لك بعدك قلت لي ما دخلي هون بنص البلد. خلوا بقى المتر مثلا مليون. لا معلش معلش، 100 ألف بكفي بس.
ضربوا لي 100,000 ب10,000 متر لشوف. بيطلع واحد قدامه، واحد قدامه 9 صفار. يوه القليل القليل، ما بصير هيك، هي نص البلد. وين يعني؟ شو وين؟ ما رحت، مو حضرتك نقعتيني بالشوارع الفاضي. بس شوفي شوفي كيف وصفوا لي بالضبط. هلا السبب احرقت، منحطها بظهرنا ومنطلع على ساحة الشاه بندر ومنعد 50 متر من عند أول إشارة مرور بالسبع بحرات اللي جنب الكشك، أو منوقف منلف على اليمين بعد 50 متر ومنمشي 6 خطوات وربع، وهو منوقف منوصل لنص العقار. شفيق أنت متأكد من هالحكي؟ ولك طبعا متأكد، هاي الرسمة قدامك. 42 43 44 45 46 47 48 50. 1 2 3 4 5 6 وربع. قولي بيت مجلس الوزراء؟ وما لقيت تورتنا إلا الأرض اللي باني عليها الحكومة؟ الله يرحمها يا نوال، هي ما دخل الحق الحكومة، ما لقيت تعمر غير على الأرض اللي ورثناها. لا تسكتوا عن حقكم، لازم تطالبوا الحكومة يبعتلوا ضرائب. طبعاً طبعاً، الأوراق معنا والعقار إلنا والقانون بصفنا. بالله شو؟ ومين بيقدر على الحكومة حبيبي؟ أنا. لا تستقلي فيني نوال، أنا بعرف محامي انتحاري ولو راح فيها منعود لأهله. منرفع دعوة على الحكومة وخليها تدبر راسها، لكن أنا أقضي عمري معتر، ولما الله بيفرج علي تطلع بوشي الحكومة. يعني إذا بدنا نتنازل شوي بيطلع لنا أقل شيء نص البناي. وليش النص؟ لا، بدنا إياها فاضية مثل ما ورثناها أرض من عمرنا نحن على الهدى وبنياطة على كيفنا. ليش لحتى نعمر؟ المبنى موجود وجاهز ونحن بناخذ النص اللي بدنا اياه، وبنفس الوقت نحن حرين نختار جيراننا طبع النص الثاني، وحرين كمان نفوت الوزير اللي بيعجبنا والوزير اللي بيعجبنا منفوته. مو ارضنا؟ ارضنا طبعا، مو ارضنا لكان. انتوا عاقلين ولا عقلكم طق من هالورته؟ انت لا تحكي، سبحان الله من وقت شفتي قلت لحالي في وراك مصيبه. بالله شو هلا الورته صارت مصيبه؟ ولك مو الورته هي المصيبه، ناخذين ارضنا هن. طب كيف بدي فاهمه؟ قله بدك تزلقيني بالحكي توقع بمصيبة؟ يا نظيرة، نحن واقعين بمصيبة وواقعين لسه بدنا نوقع كمان. لك أنا هيك حظي وبعرف الوقت خلقت على هالدنيا لهلق، كل ما أجت تفتح بتسكر بآخر لحظة. لا وشوفوا حظي محلى هالمرة، مين إجا وسكر بوشي؟ الحكومة. خلاص كلياتنا شايفينها باينة. شايفتها وأنا شايفها، وما زال أنتوا اثنين شايفينها ما شاء الله حولكم. شو العمل هلق؟ المحامي الانتحاري جاهز من الصبح، رح ابدا باخراج قيد عقاري وبيان ذمه ومعامله حصر ارث. ترحمي عليها يا نظيره، ترحمي. الهي مولاي ارحمي مطرح ما انت. لك مين كان يصدق انه بيوم من الايام تجيني انا هيك ورثه؟ المهم اجيت، مشان هيك ما لازم تترك مصرياتك بالطريق وين ما كان حدياته عليه. لك شو مين من كان؟ لو مين من كان كنا لقينا له دوباره، بس هدول يا نظيرة 199 وزير. ولكن ان شاء الله يكونوا 200 وزير مو 199. ان شاء الله بدك تتراجع. لك شو تراجع يا نظيرة، هذا حقي. لك على الاقل هلا صار فيني اجيب اولاد وسكنهم بنص البلد، مو هون اخر ما عمر الله. يا الله يا شفيق، يعني بدو يصير عنا عطول ما يسخن بالبيت، بدو يصير عنا لحمة تازة وفواكه تازة وخبز تازة وسيارة تازة. سيارة تازة؟ ايه تازة. شو بيطلع لنا؟ ايه الحكومة كلها بذات نفسها شاركتنا عليها. شو ما بدي؟ ايه بدي اشتري سيارة واحلى سيارة، ايه بدي اشتري مرافقة كمان اذا بيطلع لي. انت حسيبي بس من العطل والضرر قديش بيطلع لنا سيارة؟ قليلة قديش عنده سيارات سود؟ معقول يا شفيق؟ معقول؟ يعني قبرنا الفقر؟ شوفي حبيبتي، يعني يا أنا وأنت بنقبر الفقر.
يا انت والفقر تقبر عظامي. بعيد الشر عنك تقبر. ولك كل العالم دموعها مالحه الا انت دموعك على سكر. يا اهلا يا اهلا وسهلا، جيت والله جابك على العقار في ضريبة تجميل وتحسين وفي شرفية الطرق وفي نظافة وكمان في على العقار ذمة مالية متراكمة. بالنتيجة في عليكم 150 مليون ليرة ضرائب متراكمة، إذا ما دفعتوه راح نحجز على أموالكم المنقولة وغير المنقولة لصالح مالية الحكومة. مراحي تعال لك تعال هون. عادي لهلك عادي 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 على هاي. ولك شو عاملكن؟ أنا شو عاملكن؟ ولك واحد فقير معتر مثلي واجته ورته الله فرج عليه من فوق بتشاركوا استغفر الله العظيم بفرجه. لك وين صارت هاي؟ أخدتوا الورتة وفوق على الضرائب. ولك إيه حماد الله المحبسونة فوقها. أمشي نصير عمشي أمشي عوضنا على الله. شو بدنا نعمل قومي؟ شوفي كأنه الشرطة بقى يطلع علينا. قومي قومي خف رجلك قومي قومي محبوق. بس خف رجلك معي. شوفي بيا لساته عم يطلع. ما بعرف ماني شايفته. شفيق يكونوا عرفوا انه علينا ضرايب ولاحقيننا. قولي خفي رجلتينك كمان. اذا لحقونا وكمشونا بتكون انت السبب. انت السبب؟ لا انت. انا متاكد انت يا نظيره. وانا متاكدين انه انت يا شفيق. اتركي هيك لك تعانقه شفيق لك الله يلعن.